بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نحكي عن شابتر 7. هنبلش بشابتر 7 اللي هو لينكد ليست. موضوع كثير مهم. شابتر 7 وشابتر 8 كثير مهمات وكثير بدهم تركيز وانتباه أكثر من الشابتر السابقة، لهيك ناموا يعني وقت هاي المحاضرة، ناموا على راحتكم. يعني دخلت و43، فكرت ال45 تبلش حدا يدخل، وبعدكم 5 6 طلاب اللي فايتين شاطرين كثير ما شاء الله. طيب خلينا نبدأ المحاضرة. كل الأحوال دكتورة صحيح صحيح، هنا مركزين معاك. بعرف كم طالب بفاتوا، صاروا 5، صارتوا 47. يعني أصلا وقت المحاضرة صار ضيق، مناش نضيع الوقت، ما بدنا نضيع وقت المحاضرة. يلا خلينا نشوف شو هي اللينكد ليست. المواضيع اللي رح نغطيها، رح نشوف شو يعني لينكد ليست بشكل عام، شو يعني سينجلينج لينكد ليست، رح نعمل امبلمنتينج ستاك باستخدام السنجل ليست لينكد ليست، ورح نعمل implementing كيو زي ما أخذنا الأري بالأول بعدين عملنا عليها implementation للستاك والكيو. نفس الإشي هون رح نأخذ linked list ورح نطبق عليها الستاك والكيو، رح نعمل circularly linked list و doubly linked list. كمان في عنا circular linked list، مش بس singly، circular linked list و doubly linked list. نبلش نشوف شو يعني linked list. linked list هي مجموعة من الأوبجيكتس المترابطة. طب شو هاي الأوبجيكتس؟ هاي اسمها نودز. كل أوبجيكت عبارة عن نود، مجموعة من النودز المترابطة مع بعضها البعض بتعطيني لينكد ليست. شو هي اللينكد ليست؟ مجموعة نودز مترابطة مع بعضها البعض. النود نفسها هي عبارة عن أوبجيكت من نوع نود. مجموعة نودز مربوطات مع بعض بشكل اللي object من نوع linked list. لاحظ مجموعة object من نوع node بيعمل اللي object واحد من نوع linked list. طب النود من ايش بتتكون؟ لاحظ a linked list is a data structure made of a chain of node objects. هي data structure made of a chain of node objects، مجموعة نود. النود، طب النود اوبجكت، كمان النود نفسه هو اوبجكت. اللينكد ليست كلها هي اوبجكت مكون من مجموعه من النودز المترابطه. هسه رح نعرف كيف تترابط مع بعض، رح نشوف كيف مربوط كل نود بالنود الاخرى. الوحده الواحده من هذا من الداتا ستراكشر اللينكد ليست هي نود. طب النود ايش بتحتوي؟ النود كونتينز ا فاليو. النود تحتوي على جزئين رئيسيين. النود بتحتوي على جزئين رئيسيين، شو هن؟ القيم، القيمة، والجزء الثاني الرابط. شو الجزئين اللي فيه النود؟ القيمة والرابط. قيمة ورابط. A node contains a value and a pointer to the next node in the chain. A node contains a value and a pointer to the next node in the chain. قيمة، طبعا القيمة هاي مش شرط تكون قيمة واحدة، مثلا ممكن تكون معلومات طالب، هاي جزء الفاليو، معلومات طالب اسمه ورقمه ومعدله تاريخ ميلاده وعدد الساعات اللي قاطعها وعدد الساعات المتبقية وعدد الساعات المسجلة هذا الفصل. لاحظ هاي كلها فاليو، قيمة واحدة. القيمة الثانية اللي هو بنسميه ريفرنس أو لينك، هو رابط يربط النود بالنود التي تليها. كيف بدهن يرتبطن ببعض؟ عن طريق هذا جزء الريفرنس أو جزء الرابط، نسميه لينك، نسميه لينك أو نيكست. بربط النود بالنود التالية. لاحظ كل نود حكينا شو اللينكد ليست؟ مجموعة نودز مترابطة مع بعضها بتشكل لي أوبجكت من نوع من نوع لينكد ليست. وان لينكد ليست هي مجموعة أوبجكتس من نوع نود. طب النود شو هي؟ هي أوبجكت بيحتوي على جزئين رئيسيين بالسنجلي لينكد ليست. بالدبلي رح ناخذ 3 أجزاء لها، أو بنحكي هي جزء قيمة وجزء روابط. روابط بدل ما نحكي رابط واحد، روابط، لأنه ممكن النود بالتري رح نشوف إنها رح ترتبط بأكثر من نود أخرى. بالدبلي رح ترتبط بأكثر من نود، بالنود السابقة وبالنود التالية. بالسنجلي بيكون رابط واحد، لهيك إحنا بنحكي النود جزئين، جزء فاليو، جزء قيم القيمة، والجزء الآخر هو ريفرنسز، روابط. هذا المحكي رابط تحكي روابط بيكون أصح، روابط، لأنه رح نشوفه بشابتر 3 رح تكون الروابط أكثر من رابط، لأنه رح نشوف إنها ممكن البيرنت يرتبط بأكثر من children.
له أبناء وراح يرتبط فيهم كلهن مثلا. كمان تشيلدرن إلها أبناء، كل تشايلد له أبناء راح يرتبط فيهم كلهن. إذا راح نحكي value and references، value and references. الفاليو حكيت مش شرط تكون قيمة واحدة، مثلا اسم أو رقم، ممكن تكون أكثر من قيمة، مثلا معلومات object من نوع student، خلاص بتكون هذا جزء الفاليو. الجزء الثاني هو الرابط اللي بيربط النود مع النود الأخرى، اتفقنا؟ A node may be illustrated as a box، لاحظ ممكن نمثل النود، بنمثلها هنا هذا جراف virtual، نسميه virtual representation. فيرتشوال يعني تمثيلنا احنا النظري، تمثيل النظري يعني ممكن بالكمبيوتر داخل ذاكرة الكمبيوتر تبقى مختلف الوضع، بس احنا فيرتشوالي او لوجيكالي كيف بنمثل النود؟ بنمثلها على شكل بوكس which is divided into two types of components. شوفوا بنمثلها على شكل صندوق مقسم لجزئين، ممثل على شكل صندوق مقسم ل two components. الكومبوننت الأول a data block that stores one or more data components. شوفوا data block جزء للداتا أو الفاليو، هذا جزء الفاليو أو الداتا اللي هو ممكن يحتوي one or more data components، يعني مش شرط تكون قيمة واحدة جزء الفاليو، ممكن أقول لك معلومات الطالب هاي كلها فاليو، هاي كلها جزء الفاليو. طيب one or more links، شايفين الريفرنس one or more links، يعني مش شرط يكون لينك واحد، ممكن يكون أكثر من رابط، ممكن بالسنجلي لينكد ليست رح نشوف إنه رابط واحد بربط النود مع النود اللي وراها، بالدبلي رح نشوف إنه في رابطين بربط رابط بربط النود مع النود التالي ورابط بربط النود مع النود اللي قبلها، بالتري رح نشوف إنه في عدد من الروابط، مثلا كل نود بربط مع أبنائه كلها، بالتري بالشجرة بشابتر 8 رح نشوف إنه في عنا عدد من اللينكس. إذا النود مقسم إلى جزئين، جزء قيمة وجزء روابط link components that are references to other nodes. شو هو link component؟ هو references لنودز أخرى. كم عدد اللينكس بيعتمد على أنا شو قاعد بشتغل، single linked list. إذا single linked list بيكون رابط واحد بربط النود مع النود التالي، إذا doubly رح ناخذ doubly بآخر الشابتر، doubly linked list، الدبلي كل نود فيها رابطين، رابط next ورابط previous، بربط next بربط بالنود التالية و previous بربطها مع النود السابقة. طيب بالتري رح ناخذ رح نشوف انه في array of references، الجزء الريفرنسز رح يكون array مصفوفة من الريفرنسز. طيب لحد الآن فهمنا شو يعني linked list؟ linked list هي object مكونة من مجموعة من النودز، النود بحد ذاته هو object من نوع نود. رح نعمل class node و class linked list، class node و class linked list. ال node هو object، node بحد ذاته object من نوع class node، linked list هي object من نوع linked list. طب ال object اللي من نوع linked list هو مجموعة من النودز المترابطة مع بعضها البعض. طب النود من ايش مكونة؟ مكونة من جزئين، جزء data وجزء رابط، جزء روابط، جزء بيانات، جزء القيم اللي بدي تكون مخزنة زي بالليست. مش كنت أخزن قيم؟ طب هسه أنا كمان بدي أخزن قيم، إذا في عندي بكل نود جزء للقيمة اللي بدها تخزن، والجزء الثاني عشان أقدر أربط النودز مع بعض وأعملهن سلسلة، كنا تشين صح؟ نعملهن سلسلة مترابطات مع بعض على شكل لينكد ليست. شوفوا موريني لينكد ليست فيرسز أري، كيف أقارن بين اللينكد ليست والأري. The linear sequence، لاحظ ال linear sequence هذا 10 45 57، لو دخلنا على شكل list خزن مواقع متتابعة بالذاكرة، الأولى فيها 10 الثانية 45 57 هيك بخزنه array، هاي array هاي list عادية، هاي list العادية. الموقع الأول مثلا مخزن بالعنوان 100، الموقع الثاني 104، الموقع الثالث 108، على فرض انه ال integer باخذ 4 bytes مثلا، رح يكون الأول 100، الثاني 104، الثالث 108، هذا العنوان. كيف برجع للعنصر بالأري؟ عن طريق الإندكس، data sub 0، data sub 1، data sub 2. طب نشوف هسه لو بدي أخزن هاي القيم ال 10 ال 45 47 على شكل linked list، هل هيك رح أرجع؟ هل هيك رح تكون زي الأري؟ لا. شو رح أعمل؟ رح أعمل أول نود، النود رقم 1 N1 مثلا اسمها، فيها القيمة 10. شوفوا القيمة 10 خزنتها بالنود، هاي جزء الداتا.
طب جزء النكست، النكست شوفوا الجزء الثاني اللي هو الريفرنس او البوينتر اللي بده يربطني مع النود التاليه، فراح اسميه نكست لانه بربطني مع النود التاليه مش السابقه ولا مع الشيء الثاني، لهيك راح اسميها نكست. الريفرنس راح اسميه نكست، نكست بوينتر. شوفوا هاي النود الاولى تخزنت بالموقع 101. هسه راح احكي لك شو هذا الهيد، شو هذا الهيد راح احكي لك. هاي عنوان اول نود 101، شوفوا عنوان اول نود 101. النود الثاني لاحظ انشأت نود ثانيه خزنت فيها القيمه 48 45، نود ثانيه الداتا فيها 45، النود الثانيه مخزنه بالعنوان 706. شوفوا عنوان النود الثاني 706 وين احتفظت فيه؟ بجزء الريفرنس او البوينتر بالنود الاولى. شوفوا النود الاولى شو الجزء الثاني 706، شو هذا 706؟ هو عنوان النود التاليه، عنوان نود رقم 2. طبعا هو ما في مؤشرات بالذاكره هيك بيكون مخزن، بس احنا بنرسم هيك سهم، نحط القيمه بنرسم سهم من النود الاولى للنود الثاني حتى بجزء بدون ما اعرف العنوان. بس هو فعليا شو اللي بيكون، شو اللي بيصير، شو الجزء هذا العنوان next بيحمل عنوان النود التاليه. شوفوا النود التالي القيمه اللي فيها 45 وعنوانها 706، عنوان هاي النود 706 خزنته بالنود الاولى. باي جزء؟ بجزء الداتا؟ لا، جزء الداتا هاي 10، بجزء النكست، جزء النكست بوينتر او الريفرنس. حكينا في جزئين للنود، الفاليو والريفرنس. بالسنجلي لينكد ليست، هاي سنجلي لينكد ليست، سنجلي بسميها سنجلي لينكد ليست، رح يكون الريفرنس هو نكست. يو ليش نكست؟ ليش سميته نكست؟ ضروري اسميه نكست، ممكن اسميه لينك، ممكن اسميه ريفرنس، ممكن اسميه اي اسم، بس انا اخترت اسم معبر لانه بربط النود مع النود التاليه مش مع اللي قبلها ولا مع اي نود، لا بس مع النود التاليه. النود رقم 2 خزنت فيها القيمه 45 وكانت مخزنه بالذاكره بعنوان 706. هذا العنوان 706 احتفظت فيه بجزء الريفرنس بنود واحد، اتفقنا؟ طب هسه انا بدي نود ثالثه، راح اعمل نود ثالثه اخزن فيها القيمه 57. طيب هاي النود وين مخزنه؟ بالعنوان 004. شوفوا مخزن النود الثالثه ب 004. رحت عنوان نود ان 2 نيكست فيها خزنت فيها 004، يعني انا من نود 2 بقدر اصل لنود 3. طب ظل قيم اعمل نود رابعه؟ لا ما فيش قيم. شوفوا المؤشر، طبعا هون مكتوب نل، احنا بالبايثون ما في نل، هاي بلغه سي بلس بلس نل، لغه البايثون نن اسمها نفسها بس نن. النكست بوينتر بالنود الثالثه لانه ما في نود جديد ياشر عليها بتكون قيمتها ايش؟ نن. شو قيمتها؟ نن. شوفوا كيف تمثيل الكلينكد ليست، كيف ما قدرت امثل هذول القيم 10 48 45 57. استخدمت 3 نودز، النود الاولى حملت القيمه 10، النود الثاني حملت القيمه 45، النود الثالث حملت القيمه 57. بس شوفوا جزء الريفرنس، جزء النكست بوينتر، كل نود حمل عنوان النود اللي وراها. يعني النود الاولى النكست هو كان عنوان النود الثانيه، النكست بالنود الثانيه كان عنوان النود الثالثه. طيب طب النود الاولى لازم احتفظ بعنوانها بمؤشر اسمه هيد، ليش؟ عشان ما اعملش السلسله والسلسله هاي تضيع، لازم اكون ماسكها من ايدي، لازم امسكها. كيف بدي امسكها؟ بمسكها عن طريق المؤشر هيد. الهيد هذا مش جزء من النودات، هذا بعمل ريفرنس بيأشر على اول نود. شو يعني بيأشر على اول نود؟ يعني بيحمل عنوان اول نود، بدني على اول نود بالسلسله. يعني لو اروح على الهيد بعرف عنوان اول نود. طب اذا عرفت عنوان اول نود بقدر اصل للنودس الاخرى؟ اه، لان اذا رحت على النود الاولى وشفت العنوان اللي فيها بعرف عنوان النود الثانيه. طب اذا رحت على النود الثانيه وشفت العنوان اللي فيها بقدر اصل للنود الثالثه. اذا اهم شيء ان نحتفظ كمان بعنوان النود الاولى بالهيد بوينتر، لازم نحتفظ بعنوان النود الاولى بالهيد بوينتر، اتفقنا؟ شفنا الفرق. طب لو جينا نفكر نقارن بينات، نقارن بين الاري واللينكد ليست، في مقارنه، هيا في مقارنه. نقارن الاري تخزنت النود القيم بمواقع متتابعه بالذاكره،
هاي لها فائدة. نشوف، شوفوا الأريات خزنت 100 104 108، النود تخزنت هون، النود الأولى 101، النود الثاني 706، النود الثالثة 4، يعني بمواقع متفرقة بالذاكرة. اللينكد ليست تتخزن النوتس بمواقع متفرقة بالذاكرة، استنتجت من هالرسمة هاي، واستنتجت إنه الأري تخزن بمواقع متتابعة بالذاكرة. طب إلها فائدة وإلها سيئة؟ إلها فائدة إنها تكون متتابعة بالذاكرة، إنه بيكون الأكسس أسرع بالأري، عملية الوصول للمواقع أسرع لأنها متتابعة. طيب إلها سيئة؟ إلها سيئة إنه الأري تكون متتابعة، لأنه إذا كانت الأري كبيرة بدي منطقة متصلة بالذاكرة عشان أقدر أخزنها. بس بالنوتس صح عملية الأكسس بتكون أبطأ لأنها متفرقة بالذاكرة، بس أنا مش بحاجة لمنطقة متصلة عشان أقدر أخزن اللينكد ليست، لأني بقدر أخزن كل نود بمكان مبعكر بالذاكرة، صح؟ بس لازم كل نود تعرف عنوان النود التالية. إلها إنها الأري إنها متتابعة بالذاكرة، إلها فائدة شو؟ إنه الأكسس أسرع. طيب إلها متتابعة بالذاكرة، إلها كمان سيئة. شو السيئة؟ إني أنا إذا الأري كبيرة بدي لحجم متصل، بدي منطقة متصلة بالذاكرة تكون فاضية عشان أقدر أخزن الأري. بس اللينكد ليست صح هي مبعثرة، الأكسس رح يكون أبطأ شوي من نود لنود أخرى، رح أنتقل أبطأ شوي، بس إيش؟ بس أنا مش بحاجة لمنطقة متصلة بالذاكرة عشان أقدر أخزن اللينكد ليست، كل نود بقدر أخزنها بمكان مستقل، صح؟ شوفوا الفائدة وشوفوا السيئة. طيب نقارن ناحية ثانية، ناحية ثانية عناصر الأري بقدر أرجع لهن عن طريق الإندكس 0 1 2 أو حتى سالب 1 سالب 2، صح؟ data sub 0 data sub 1 data sub 2 data sub سالب 1 data sub سالب 2، صح؟ بس هل في indexing بالنوتس عشان أقدر أرجع لهن؟ لا، ما في عنا indexing باللينكد ليست، ما في عندي indexing، ما بقدر أرجع لعناصر اللينكد ليست عن طريق الإندكس، ما بقدر أستخدم الإندكس. طب قولي كيف أرجع للقيم؟ كيف أرجع للعناصر؟ من نستخدم المؤشرات. يعني أول إشي ببلش على الهيد، بروح على الهيد، الهيد بدني على أول نود، الهيد بدني على أول نود. طيب من أول نود باجي بحكي له جزء النيكست هاد بدني على النود التالية، النود التالية جزء النيكست فيها بدني على النود الثالثة. إذا أنا رح أستخدم المؤشرات عشان أقدر أتنقل بين القيم مش الاندكسينج. ننتبه لهي نقطة مهمة كثير. نشوف الأري، نشوف الجدول هاد، elements are stored on contiguous memory location، حكي لي إنه عناصر الأري تخزن بشكل متتابع بالذاكرة. هل اللينكد ليست تخزن متتابعة؟ لا. elements can be stored anywhere in the memory، من الشكل لازم إحنا لحالنا نستنتج كل العبارات اللي هسه بدي ألخصها بالجدول، لحالنا لازم نستنتجها من الشكل. elements can be stored anywhere in the memory. elements شو عناصر اللينكد ليست؟ اللي هي النوتس. النوتس قاعدة بتتخزن كل نوت بمكان متفرقة بالذاكرة. شفنا 101 1706 104، شفنا كيف النوتس تخزنت بمواقع مبعثرة anywhere in the memory. elements are connected each other using pointers، كيف ترتبط ببعضها؟ عن طريق البوينترز. طيب الأري supports random access، الأري هاي ما ذكرتهاش أنا. نيجي على الأري supports random access، الأري بقدر أعمل random access. كيف يعني random access؟ يعني بدي العنصر الأخير بقول له array sub 4 هون، بدي العنصر الأول array sub 0 بروح عليه مباشرة، هاي بنسميه random access. element can be accessed directly using their index، يعني بقدر أستخدم الإندكس. أنا شرحتها بس ما حكيت random access و sequential access، بس هسا رح نذكرها. random access يعني عناصر الأري بقدر أروح لأي عنصر عن طريق الإندكس مباشرة، array sub 0 array sub 4 array sub 10 array، صح؟ بقدر أصل لأي عنصر directly مباشرة للعنصر نفسه بدون ما أرجع للي قبله، هذا بنسميه random access، بقدر أرجع لأي عنصر مباشرة عن طريق الإندكس. طيب باللينكد ليست هل بقدر أروح على البوينتر على النود الثالثة؟ هاي عندي المعنى.
بقدر أروح على النود الثالثة مباشرة؟ لا، أنا عشان أعرف عنوان النود الثالثة بدي أروح على الهيد. من الهيد بدي أعرف عنوان النود الأولى، من عنوان النود الأولى، من النود الأولى بدي أشوف جزء النكست أروح على الثانية، من الثانية بدي أشوف النكست عشان أقدر أروح على الثالثة. إذا هذا الأكسس راندوملي؟ لا، هذا سيكونشال، هذا سيكونشال أكسس. عشان أصل لنود بدي أبلش من أول نود لحد ما أصل النود الثالثة، النود العاشرة، النود المية. إحنا هون عندنا ثلاثة نودز، جزء اللينكد ليست يكون فيها عدد أكبر من النود، صح؟ إذا بدي أصل لأي نود لازم أبلش من أول نود. بدي أصل للثالثة ببلش من الأولى، بروح على الثانية. من الأولى بعرف عنوان الثانية، بروح عليها. من الثانية بعرف عنوان الثالثة. إذا الأكسس إيش؟ راندوم ولا سيكونشال؟ إذا الأكسس عندي هون سيكونشال. سيكونشال أكسس عندنا supports linked list sequential access to access a node in a linked list. عشان أصل لنود باللينكد ليست we have to traverse. رح نحكي هذا المفهوم اسمه traverse، إني أزور، أبلش من أول نود، أزور النود الأولى، أنتقل للثانية للثالثة. هذا المفهوم شو رح نحكي؟ traversing. traversing the list up to that node. بدي أزور النود لحد أزور اللينكد ليست من أول نود لحد ما أصل للنود المطلوبة، شو ما كانت النود، الثانية، الثالثة، العاشرة. بدي أبلش من أول نود، أزور كل النود ترافيرس، نحكي ترافيرس، أزور كل النود up to that node لحد ما صل للنود المطلوبة. اتفقنا؟ طب نفكر، هاي شفنا كيف مبعثرة، وقلت لك فوائده ومضاره أنها تكون مبعثرة أو مباشر. الراندوم الاندكسينج بعطيني دايركت اكسس او راندوم اكسس، بروح على النود مباشر، على القيمه مباشره اللي بدي اياه او العنصر اللي بدي اياه. بالبوينترز واللينكد ليست عندنا سيكونشال اكسس، طبعا من سيكونشال اكسس رح نعرف انه رح يكون الوصول لنود معينه ابطا من الوصول لقيمه بالاري. طيب الانسيرشن والديليشن، نشوف الادخال والحذف، عمليه الادخال والحذف بالاري وعمليه الادخال والحذف باللينكد ليست. الانسيرشن والديليشن اوبريشن تيكس مور تايم، بالاري بدهن وقت اكبر. طب قولي خلينا نستخدم اري، ما احنا شفنا انه الاكسس اسرع، والاكسس اسرع بس بحاجه لمنطقه متصله بالذاكره، هاي سيئه كمان انها تكون متصله، لانه ممكن تكون الذاكره مقسمه مبعثره ما فيش منطقه متصله فاضيه، صح؟ الها مضارها والها حسناتها. هون الراندوم اكسس هاي حسنة، السيكونشال اكسس هاي تعتبرها سيئة شوي. بالانسيرشن والديليشن بالاري اخذنا شابتر 5 متذكرين، اذا بدي ادخل قيمة بدي شفت، واذا بدي احذف بدي اعمل شيفتنج، اذا بحاجة لوقت اكبر. كانت عمليات الاضافة والحذف بالاري بحاجة لوقت اكثر. طب هل باللينكد ليست بحاجة نعمل شيفتنج؟ لا، باللينكد ليست اذا بدي اضيف نود جديده بس بنشئ نود وبربطها بطريقه معينه مع الليست، لا بدي اعمل شيفتنج ولا اذا بدي احذف نود بس بحذف النود بعدل على الروابط فقط. اذا بدي انشئ نود بنشئ نود جديده وبضيف مع اللينكد ليست، بربطها مع اللينكد ليست باي مكان، مش شرط اربط. طبعا هاي مش ستاك ولا كيو، احنا بنحكي عن لينكد ليست عاديه. لينكد ليست عاديه بقدر اضيف باي مكان، بالاول بالوسط بالاخر انا حر، بس اذا رحت على ستاك لا، بده يكون في طرف معين للإضافة والحذف. إذا رحت على كيو بده يكون لها طرفين بداية ونهاية، صح؟ إحنا هسا بنحكي لينكد ليست. لينكد ليست بقدر نود أي مكان بدي أضيفها، مثلا بعد 33 هاي بضيف قيمة 100، بنشئ نود جديدة بخزن فيها القيمة 100 وبربط النود مع النود هذول النود الموجودات حوالاها، بعمل عملية ربط. إذا بدي أحذف بس بجيب هاي، بدي أحذف النود اللي فيها 14، بجيب المؤشر هذا 33 بدل ما يأشر على 14 بخليه يأشر على النود اللي وراها مباشرة على 65 مثلا. شفنا كيف؟ بدون ما أعمل shifting. insertion and deletion operation are fast. ليش fast؟ عمليات الإدخال والحذف باللينكد ليست لأنه no shifting، ما في shifting، ما بتحتاج لشيفتنج. وهسه رح نبلش نعمل الإضافة من البداية، الإضافة بالنهاية، الحذف من البداية، الحذف من النهاية، وكمان نقدر نعمل بالوسط باللينكد ليست العادية. أما إذا كانت ستاك أو كيو لا، هي لها قيود، القيود اللي تعلمناها على الليست العادية اللي عملناها لما عملنا ستاك وكيو بتنطبق كمان على الستاك والكيو اللي رح نعملها باللينكد ليست، رح تكون نفس المبدأ بس اختلفنا طريقة، اختلفت طريقة التمثيل. الستاتيك ميموري الوكيشن، ستاتيك ميموري الوكيشن، لاحظ الأريه ستاتيك ميموري،
كيف يعني ستاتيك ميموري؟ انا لو محجز اري 10 مواقع قلت لك هو فعليا صح احنا بنشوفه دايناميك، بس فعليا مش شيء نفسه بتتوسع. شو كان يعمل؟ كان يعمل ريسايز، يعمل وحدة جديدة أكبر وينسخ القيم القديمة للجديدة ويفتح لي مجال أني أنا أضيف عناصر جديدة لأنه عمل ريسايز. أنا بظن أشوف أنها هي قاعدة بتتوسع، بس فعليا مش هي نفسها اللي بتتوسع، هو كان يعمل لي وحدة جديدة. هيك بحكي لي هي static memory allocation. أما اللينكد ليست أنا مش مقيد بسايز، أنا قد ما بدي أضيف نوتس بضيف. هيك بنحكي dynamic memory allocation. هي dynamic. ليش dynamic؟ لأن أنا مش مقيد، ما فيهاش شيء اسمه is full. الستات ما فيها فول وعمل ريسايز، ما فيها ريسايز، ما فيها لينكد ليست. اللينكد ليست ما فيها ريسايز، ما فيها فول. مش فول، قد ما بدي اضيف نوتس راح اضيف، ولاحظ راح يكون عدد النوتس الموجوده بعدد القيم الفعلي. ما راح اضطر لما اعمل ريسايز كم تحجز اري جديده حجم اكبر، كان يكون حجمها اكبر، الحجم المحجوز اكبر من عدد القيم الفعلي بالاري. بس باللينكد ليست هل ممكن يصير عندي هذا الاشي؟ هل ممكن اكون في عندي نودات فاضية مجهزها؟ لا، انا ما بضيف نود غير على الطلب، والنود اللي بديش اياها بحذفها من اللينكد ليست. اذا بيكون دائما عدد النودز الموجودة باللينكد ليست يساوي عدد القيم الفعلي. هل بالاري دائما عدد المواقع المحجوزة هي عدد القيم؟ لا لا، شوفوا الميموري allocation static بالarray. memory is allocated as soon as the array is declared at compile time. بحكي لنا بيحجز الarray at compile time بحجم محدد، واحنا عشان يحقق لنا مبدأ الدايناميك شفناه، عشان يحقق مبدأ الدايناميك فعليا ما كان يوسع نفس الarray، ما كان يضيف على نفس الarray، كان يعمل array جديد عن طريق resize function. متذكرين هذا الاشي؟ طيب باللينكد ليست dynamic. ليش dynamic؟ memory is allocated at runtime. بالrun time هو بنشئ النود، اي لحظه بدي اضيف نود بضيفه، اي لحظه بدي احذف نود بحذفه. and when a new node is added as and when a new node is added، مجرد ما بدي احذف او اضيف بضيف نود بالrun time. طيب لو سالتك هل عدد المواقع بالاري المحجوزه رح تكون نفس عدد القيم؟ مش شرط، ممكن تكون محجوزه 10 وفيها بس 5 قيم بالاري. أما اللينكد ليست ممكن أكون في عندي 10 نوتس وعندي 5 قيم؟ لا مستحيل، عندي 5 قيم بيبقى عندي 5 نوتس، عدد النوتس يساوي عدد القيم. طيب بلشنا بالكلاسز، طبعا هو الكتاب شارح بالبداية شارح نفس الأفكار، ومبلش يعمل ألغوريثم للإضافة من البداية، من الإضافة من الحذف، مع أنه الأمثلة مختلفة بس نفس الفكرة. الفكرة وضحت شو يعني اللينكد ليست وشو يعني. طيب خلينا نكمل بالسلايدز، كمان السلايدز هون واضحت لنا بطريقه ابسط. كملوا بالسلايد. شوفوا راح اعمل كلاس اسمه نود. راح اعمل ايش؟ طبعا هو بالكتاب مش عامل امبلمنتيشن لللينكد ليست، عامل لي الامبلمنتيشن مباشره لما راح على ستاك، بس هون شارح لي كافكار وشارح لي هاي امبلمنتينج ستاك وذا سينجلينج لينكد ليست، وبلش يعمل الكود مع الستاك، ما عمل لي كلاس لينكد ليست، مع انه انا بقدر اعمل كلاس لينكد ليست زي ما كان عندي ليست او اري عاديه واشتغل عليها زي ما بدي، اضيف واحذف واوجد الافرج واضيف من الوسط. كمان هون ممكن اعمل سنجلي لينكد ليست كلاس اللي بقدر فيه اضيف من البدايه من الوسط من النهايه، احذف من البدايه من الوسط من النهايه. اما هون بالستاك لا، هو راح يتقيد بالستاك بالاوبريشن الستاك البوش والبوب لانه عمله عمل السنجلي لينكد ليست عملها بالستاك. بس هل لازم بس اعملها بالستاك؟ لا، بقدر اعمل لينكد ليست سنجلي لينكد ليست. طيب نبلش. بلش لي اول شيء بالكلاس نود. الكلاس نود عرفوا كلاس اندرسكور نود، لانه راح يعرفوا هذا الكلاس نود داخل الكلاس ستاك لينكد ليست، داخل الكلاس ستاك لينكد ليست راح يكون نون بابليك، لهيك عملوا اندرسكور نود نون بابليك كلاس. طيب كلاس داخل كلاس، والكلاس نود عملوا نون بابليك. اوريكم الكود، هاي شايفينه عمله، هاي كلاس لينكد ستاك سماها لينكد ستاك، عمل بداخلها الكلاس نود. طب بصير اعمله لحاله؟ بصير، بس هون عشان يعمل نون بابليك ويكون خاص، يعني ما بقدر اعمل نود لحالها، عشان اعمل نودز تكون لها علاقه باللينكد ليست او باللينكد ستاك. طبعا اذا بدي اعمل كلاس سنجل لينكد ليست المحاضره الجايه بنشوف، بلكي عملنا كلاس سنجل لينكد ليست قبل ما نروح على الكلاس لينكد ستاك. نعمل كلاس لينكد ليست عادية
ونطبق عليها الأوبريشن بشكل عام كليست عادية، بعدين نطبق كستاك ككيو. طب قولي ليش خلينا على الستاك؟ بحكي لك كليست عادية بقدر أطبق أوبريشن، مثلا أحذف من الوسط، أضيف من الوسط، أعمل ترافيرس بشكل عام. بس بالستاك هل بقدر أضيف وسط ولا بس على التوب؟ الستاك ما بقدر أضيف غير من التوب، ما بقدر أحذف غير من التوب، صح؟ الستاك لها قيود. أما كليست عادية ممكن أعمل أوبريشنز أخرى مش بتكون مرتبطة بالها. شوفوا بلش كلاس أندرسكور نود، نود عمل فيه، لاحظ هذا ستريم نسميه ميموري ستريم هيك بهاي الطريقة. إذا أكثر من ديتا بتكتب أندرسكور أندرسكور سلوتس أندرسكور أندرسكور يساوي، هاي عملت جزئين اللي هن أندرسكور ديتا، ولاحظ حط بين كوتيشن فاصلة أندرسكور نيكست، الجزئين النود الديتا والنيكست كسنجل كود. طب قولي شو هاي؟ هيك هاي عملها كستريم مع بعض مترابط نسميه ميموري ستريم، تكتبه هيك underscore underscore slots underscore underscore. وكلمة slots لازمة على الأكثر، إنه لازم أحط slots، شايفين underscore underscore هاي streamline memory usage streamline، نعملها كstream يعني مترابطات مع بعضها streamline memory usage underscore underscore slots underscore underscore يساوي underscore element هذا جزء الداتا بين سنجل كوتس، لاحظ عرفها هون بالسلوتس بين سنجل كوتس فاصلة underscore next بين سنجل كوتس. بس هسه لما اجي استعملها رح اقول self dot underscore element بدون quotation. بس هاي ليش صيغة الكوتيشن؟ هاي عشان اعملها streamline memory، اتفقنا؟ يعني بتكون النود مكونة من جزئين two slots اللي هن الداتا والنكست. شوفوا عمل الكونستراكتر، النود بس في كونستراكتر كلاس نود بس في كونستراكتر، لانه هو ما راح يشتغل على النود لحالها، هي النود لازم تكون جزء من لينكد ليست، هي جزء من الاوبجكت اللي بيمثل اللينكد ليست. ليك عمل لي الكلاس نود كله داخل كلاس لينكد ستاك، او راح اعمله داخل كلاس سنجلي لينكد ليست. ديف اندرسكور اندرسكور اي ان تي سيلف وديتا ونكست، ولاحظ نكست اعطاها قيمه افتراضيه نن. شو يعني نان؟ يعني إذا ما في، إذا النود هاي ما بدها ترتبط مع النود التالي راح تكون قيمتها نان. نان راح نرسمها على شكل فاي، هاي الفاي بتمثل إنه النكست نان. شو يعني النكست نان؟ يعني النود لا تؤشر على النود التالي، ما فيش عنوان ترتبط فيه، راح تكون قيمتها نان. ومعظم بالسنجل لينكد ليست آخر نود دائما بتكون النكست فيها نان. طيب بعدين عمل سيلف دوت أندرسكور داتا يساوي جزء الداتا سيلف دوت أندرسكور نيكست يساوي نيكست. نبلش نعمل الكلاس، بدي أعمله بسنجلي لينكد ليست لحاله عشان نطبق كمان على السنجلي لينكد ليست. لأي ساعة هي المحاضرة؟ من 45 لأي ساعة؟ لل 25 ونص دكتورة، 25 ذكروني لأن أنا كمان عندي محاضرة وراكم. كلاس بدي أسميه سنجلي بدي اروح بدي اعمل سنجل لينكد ليست بالاول، بعدين نعمل كلاس ستاك. سنجل لينكد خليها سنجل لينكد بدون ليست عشان نطول الاسم. شوفوا بداخله عمل كلاس اندرسكور نود بداخل الكلاس، كلاس نود الكلاس نودز عمل حكينا اندرسكور اندرسكور سلوتس underscore underscore. بدنا نمتحن بشابتر 6 كويز عشان تطبقوا عليه. يساوي قلنا هيك لازم اكتبها بين single quotes underscore data او element زي ما بدك او value او اي شيء بدك تسميه، بس انه هذا جزء الداتا والجزء الثاني اللي هو جزء الريفرنس اللي هو النكست. بعدين عمل الكونستراكتر، بس الكونستراكتر بالكلاس نود init self عمل ديت استقبل ديتا واستقبل نيكست، بس النيكست اعطاه قيمه افتراضيه اللي هي نان. نان يعني اذا ما بعثت قيمه راح تكون قيمته نان. شوف النيكست كلمه محجوزه المفروض نعدلها، بس يلا مش مشكله. بعدين قال لي سيل دوت اندرسكور ديتا يساوي الديتا وسيل dot underscore next يساوي next. هاي النود، هاي خلص الكلاس نود، خلص
هسه رح اطلع من كلاس نود وبلش اعمل اوبريشنز خاصه بالسنجل لينكد ليست. رح اعرف كونستراكتر خاص بالسنجل لينكد ليست، هي اندرسكور اندرسكور اي ان اي تي سيل. رح نشوف كيف مثلا ممكن نعمل، نفهم اول شيء الاوبريشنز قبل ما نطبق، قبل ما نبلش نطبق نفهم. مثلا هون عملت بدي اعرف اوبجكت من نوع نود، طبعا هون مش عامليته نون بابليك، انا عملته نون بابليك تابع للكلاس لينكد ليست سنجل لينكد سنجل لينكد صح. هون كونه نون بابليك بقدر اعرف اوبجكت من نوع نود، هاي عرفنا ان دي 1 يساوي نود اوف 3. شو يعني؟ طبعا هاي عش بس عشان يوضح لك كيف بنشئ نود. هيك يعني عملت اوبجكت من نوع نود اسمه ان دي 1. هذا الاوبجكت راح يحتوي على جزئين بالبدايه، جزء داتا، الداتا شو اعطيته؟ 3. والنكست ما اعطيته قيمه، شو راح يكون؟ نن نن، يا برسم شحطه يا برسم هيك خط وراء فاي. شحطه يعني انه ما بيأشر على قيمه اخرى، والداتا 3 والنود شو اسمها؟ ان دي 1. طيب النود الثاني انشئ ان دي 2 يساوي نود اوف 5. شو يعني؟ يعني انشأنا نود جديده من نوع الكلاس نود احتوت على جزئين، النكست اندرسكور داتا واندرسكور نكست. الداتا شو اعطيته القيمه؟ 5 اللي هو خزنها بجزء الداتا بهي النود. النكست ما اعطيته قيمه راح تكون نن. كذلك ان دي 3 انشأ نود القيمه اللي فيها 9، وطبعا المره الجاي راح اطلب منكم، المرة هاي مش مشكلة انكم تكتبوا لأنه ما فيش وقت ناخذ حضور وغياب، تكتب تشات أو رقمك المتسلسل على الشات، الرقم المتسلسل مع اسمه. المرة الجاية المرة هاي مش مشكلة لأنه ما ضلش حتى وقت استناه، لأنه بالرمضان مش راح يمدانا ناخذ حضور وغياب، محاضرتكم وراها المحاضرة مباشرة بتبلش، يلا يعمل كونفيرت، بدي ضيعوا على الحضور والغياب بتضيع المحاضرة اللي وراكم. المرة الجاي تكتبوا، المرة الجاي، المرة هاي مش مشكلة، المرة الجاي تكتبوا لي لأنه الحضور قليل لازم نعاقب الطلاب اللي بتطيب. النود 3 شوفوا 9 قيمتها والنكست أخذ النان. طب هسا بدي أربطهن ببعض، كيف ممكن أربطهن ببعض؟ ممكن أعمل هيد يساوي نود 1، هيد يساوي ان دي 1، بصير يأشر على أول نود الهيد. بعدين ممكن أقول ان دي 1 دوت نكست، شوفوا ND1 dot underscore next، إذا اسمه underscore لازم أحط هون underscore، والأندرسكور بنعرف إنه ال underscore next. البابل البروتكتد بقدر أستخدمه من برا، أما البرايفت الوحيد اللي بقدرش أستخدمه من برا. ND1 dot underscore next يساوي ND2، شوفوا ND1 dot underscore next يساوي ND2. شو يعني؟ يعني عنوان ND2 خزنها بجزء النكست لND1. إحنا جرافيكالي إحنا ما بنعرف وين العناوين، بنرسم سهم من ND1 من جزء النكست بND1 للنود التالي، هيك بنرسم. بس هو فعليا شو بيكون مخزن بجزء النكست لND1؟ بيكون مخزن عنوان ND2، اتفقنا؟ زي ما وريناه قبل شوي. بعدين بدربط ND2 بND3، شو بقول؟ ND2 dot underscore next يساوي ND3. حكينا جرافيكالي برسم سهم من الجزء النكست من ND2 ل ND3، بس فعليا شو اللي بيكون؟ حكينا عنوان ND3 بيكون مخزن بND2. بعدين قال لي هيد يساوي ND1، يعني عنوان ND1 خزنها بالهيد. طب الهيد ضروري؟ ضروري الهيد، لأنه الهيد إذا مش موجود بتضيع السلسلة، لازم الهيد يكون الهيد ضروري. طيب يعطيكم العافية، هاي خلصت المحاضرة وإحنا ما شاء الله مش ماشيين شيء، كنت متوقع نمشي بس محاضرة رمضان صغيرة. يلا يعطيكم العافية.